عشان كده نبص في الاصحاح الخامس انه بيكلمهم عن حاجتين، اول حاجة الختان وتاني حاجة الفصح. الختان ده رمز للموت لان فيه قطع وفيه دم، ان كل واحد بقى على المستوى الشخصي لابد ان يجوز اختبار الموت، مدفونين معه، ان خلع جسم خطايا البشرية اللي موجود فينا، خلع جسم خطايا الشهوة اللي موجود فينا، ده الموت، والقيامة ان هم يأكلوا من هذا الفصح اللي هو رمز الجسد ودم المسيح. من يأكلني يحيا الى الابد، ياخد اختبار القيامة على مستوى الشخصي. فكان لازم يجوز كل واحد على المستوى الفردي اختبار الموت من خلال الختان، واختبار القيامة من خلال اكل الفصح، وما يقدرش يأكل من الفصح الا اذا كان مختفا. فبعد ما عبر ربنا بقى وقفه قال له اقعد هنا في الجلجال استنى شوية. وعندما سمع جميع ملوك الاموريين الذين في عبر الاردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر، البحر مقصود به البحر الابيض المتوسط، يعني كل الممالك اللي كانت في المنطقة من اول نهر الاردن في غربها حد البحر الابيض، ان الرب قد يبث مياه الاردن من امام بني اسرائيل حتى عبرنا ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني اسرائيل. هذه هدف المعجزة، ذابت قلوبهم، ان كانوا بيرمزوا للانسان باستمرار الشجاعة بتاعته يقول لك ده ليه قلب الاسد، حتى لما كانوا في ايام الحروب الصليبية سموا ريتشارد بتاع بريطانيا ده انه قلب الايه الاسد. فتخيلوا ان ده ذابت قلوبهم، ذابت يعني ما بقالهاش كيان، انحلت، ولم تبقى فيهم روح، يعني حتى مش قادرين ياخدوا نفس، حسوا بانهم عاجزين مش امام شعب اسرائيل لكن عاجزين امام اله شعب اسرائيل. دي الامم دي كان ليها حضارات وممالك وجيوش ودفاعات واستحكامات شديدة جدا، لكن ذابت قدام شعب اسرائيل لان هذا الوقت اسم الكنعانيين والاموريين قد تم وكمل. عشان كده لما اسمهم تم وكمل ما بقى لهمش نجاة، ما بقى لهمش حياة. ولبص لتاريخ الشعوب باستمرار حس فعلا كده ان عار الشعوب الخطية، ان ياما ممالك كانت في عظمة وفي مجد وفي قوة وفي استحكامات، لكن لان الخطية انتشرت فيها الامم دي كلها ايه بادت وانتهت، ما بقى لهاش نجاة. بابل ونبوخذ نصر بكل مجده والامبراطورية اليونانية والرومانية وكل تلك الممالك العظيمة في المجد والقوة انحلت بسبب الخطية وضعفت. عشان كده هم ايضا من التاريخ بيتعلموا وبيتنبأوا ان امريكا اللي هي الدولة العظمى هيجي لها وقت هتنحل فيه بسبب الايه الخطية، لما يكمل اثمها ويتم اسمها تتم دينونتها ولن يكون لها قيامة. تغلب قلوبهم، محدش كان في وقت من الاوقات يتخيل ان الامبراطورية الرومانية تنتهي، ولا مثلا الامبراطورية البريطانية اللي بتقول ان الشمس ما كانتش بتغيب عن بلادها. كل ده راح، كل ده راح بسبب الخطية. وشفنا ان خطية الكنعانيين مش بس الانحطاط الاخلاقي لكن بالاكثر اتصالهم بعالم الروح الايه الشرير وخضوعهم للشيطان ولعمل الشيطان. لكن شعب ربنا بقى شعب الشعوب الاخرى ذابت قلوبها وخافت، لكن شعب ربنا مش الموضوع بقى عشان هو بتاع ربنا ربنا يعديه كده، لا، ده انت شعب ربنا عشان تفضل شعب ربنا لازم تتطهر، لازم تتقدس، لازم تتحد بيه. مش هتقدروا تنتصروا على الشعوب اللي خايفة منكم بكثرة العدد، الموضوع مش كثرة عدد، لكن موضوع الانتصار مش هيكون الا بحياة القداسة
وبحياة الطهارة، ان النصر على هذه الامم مش لانكم اقوى منهم، بل لانكم اقدس منهم. هم هينحلوا بسبب الخطية، وانتم هتقوموا بسبب البر والطهارة. عشان كده نشوف ان طول ما شعب الله كان عايش في حياة القداسة كان منتصرا، لكن لما كانت الخطية تخش جواه كان هو كمان بايه؟ بينهزم وبينحل. درس جميل جدا للانسان، ان طول ما فيك حياة القداسة وحياة الطهارة ستظل منتصرا، لكن طول ما الخطية موجودة مهما كنت خادم ومهما كنت اسيس ومهما كنت راهب ومهما كنت مكرسة، لكن في خطية تنحل وضيع الانسان. عشان كده ربنا قال لهم لا، عشان تنتصروا بقى لازم اخذكم اطهركم انظفكم. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فاختن بني اسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان. صوان ده حجر حاد جدا وشار بيقدر يقطع. وختن بني اسرائيل في تل القلف، وهذا هو سبب ختن يشوع اياهم، ان جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لان جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين. واما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر لم يختنوا، لان بني اسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فنى جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب، الذين حلف الرب لهم ان لا يريهم الارض التي حلف الرب لابائهم ان يعطينا اياها، الارض التي تفيض لبنا وعسلا. واما بنوهم فاقامهم مكانهم، فاياهم ختن يشوع لانهم كانوا قوفا اذ لم يختنوهم في الطريق، وكانوا بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتام انهم اقاموا في اماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال رب يشوع: اليوم قد احرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال الى هذا اليوم. ربنا قال لهم لابد من الطهارة، لابد من القداسة. يسموا الختام حتى كلمة ايه بالعربي؟ طهارة. والختام ده كان رمز للعهد ما بين الله وما بين الانسان. شفنا ان الجيل اللي خرج اللي كان مختون كله مات في البرية، وبقى الجيل الجديد اللي دخل غير مختون. فربنا قال لهم ما تقدروش بقى تخشوا وتنتصروا وانتوا مش داخلين في عهد معايا، لابد انكم تخشوا في العهد. طب العهد اللي قائم بيننا وبينك يا رب ايه؟ قال الطهارة، القداسة، قطع غلفة الشهوة او قلف الشهوة. قلف ده الغشاء اللي بيقطعوه، عشان كده من كتر المختونين سموا المكان ده تل القلف. الناس اللي مش داخلة في عهد مع ربنا. انتوا اختبرتوا موضوع عبور الاردن كموت في المعمودية، لكن ينبغي ان كل واحد يجوزه شخصيا بقطع رباط الشهوة او غطاء الشهوة اللي موجود، بقطع رباط الخطية اللي موجود عليه. كل واحد يخش في العهد معايا يقطع علاقته بالخطية، علاقته بالنجاسة. عشان كده قال له اختنهم ثانية. ثانية يعني ايه؟ مش كل واحد مختون قبل كده يختنه تاني، لا، ده هو بيبص للشعب كايه؟ ككل. ان الشعب اللي موجود دلوقتي كله ما كانش فيه غير 2 مختونين، يشوع وكالب، بينما كل اللي اتولد في الطريق في البرية كان غير مختون. بس خدوا بالكم، هم اهملوا الختان في القفر مش لان يعني ما قدروش يختنوا في البرية، لا، كان ممكن يختنوا في البرية، لكن نسيوا العهد اللي بينهم وبين ربنا. شوفوا ربنا بأمانته بيتمم وعوده، بينما الشعب حتى أبسط الأعمال نسيوها وتناسوها، لأنهم كانوا في حالة تحت الدينونة. هم تاهوا في البرية 40 سنة ليه؟
نتيجة عدم الإيمان وعدم الطاعة، فكانوا تحت الديونة، ما كانوش يقدروا يعيشوا في العهد. الله ظل متمسك بالعهد من جهته انه هدخلهم حتى وهم غير مختونين، غير متمسكين بالعهد. بينما الانسان لانه عايش في بعد عن الله نسي العهد وتناساه وظل تحت الدينونة، لانهم كانوا قصاة القلب متذمرين باستمرار رافضين عمل ربنا، ما عندهمش ايمان، ما عندهمش طاعة. عشان كده قال له اختمهم ثانية، رجوع الى الرب ورجوع الرب اليهم. رجعهم لي مرة ثانية وانا هرجع لهم مرة ثانية. اعادة العهد، تجديد العهد مرة اخرى. عشان كده الموقف ده يورينا شيء خطير جدا في حياة الانسان. ان كنت نسيت عهدك مع ربنا وتنسيت هذا العهد، فهو بيدعو لتجديد هذا العهد مرة اخرى. قوم وجدد العهد مع ربنا مرة تانية. ياريت واحنا واقفين نصلي دلوقتي انها تكون فترة لتجديد العهد مرة اخرى مع الله. وهو اللي بيدعو، برغم مش ان هو اللي ساب ومش هو اللي ترك، بل هو كان امين جدا في الجزء بتاعه والتزامه تجاه هذا الشعب انه يدخلهم، وفعلا دخلهم. لكن هو بيدعو ان احنا نجدد العهد مرة تانية معاه، بان احنا ننزع خلع جسم خطايا البشرية، خلع كل خطية موجودة جوانا، لان قيامنا وانتصارنا لن يكون الا بعلاقة الطهارة والقداسة بيننا وبين ربنا. انا اشيل كل خطية موجودة في حياتي، بختتم في وقت صعب جدا. ده كانوا ممكن يرفضوا قوي، هم عارفين ان هم داخلين على حرب، وبعدين تيجي يا يشوع تختنهم دلوقتي؟ ده لما هيختتنوا هيبقوا ضعاف وتعبانين وبينزفوا وحالهم. تفتكروا في سفر التكوين لما اولاد يعقوب قاموا على اهل شكيم وعملوا حيلة، قالوا لهم عشان تتجوزوا دينا نختنكم، وقاموا ختنوهم، فكانوا ضعفانين فقاموا ايه وقتلوهم، وقدر اثنين يغلبوهم كلهم. فكان العقل يقول ده مش الوقت المناسب، دول داخلين على حرب وانت بتضعفهم يا يشوع. الوقت بيقول مش وقت الاختتان دلوقتي، ده احنا داخلين على حرب، انت عايز قوة الرجال، لكن مش قوة الرجال هي اللي هتنصرهم، لكن قوة العهد، قوة العلاقة اللي بيني وبين ربنا. عشان كده ياما باستمرار الانسان يقول ده انت محتاج للجسد ده علشان تعمل وتقضي المواضيع وتحقق اللي انت عايزه. سيبك دلوقتي، مش الجسد اللي هيحقق لك المواضيع، لكن علاقتك بربنا، حياة القداسة هي اللي تحقق لك اللي ما يعجز كل قوة البشرية عنها انها تحققه. كان ممكن اصوات تنادي تقول ده مش من الحكمة، ريح جسدك شوية، تصوم ازاي ده انت جسدك ضعيف، تقف تصلي يعني، تطب على نفسك شوية، اقعد ريح شوية. لكن راحتك في ان انت تطابق بالعهد بالله، راحتك في انك تخلع جسم خطايا البشرية، وشوف ربنا قد ايه هيدي هذه النصرة. حاجة العجيبة ان الناس اللي اختتنت ما قدرتش تخش. الجيل الاولاني اللي اختتن ما قدرش يدخل، لكن اللي دخل الناس اللي هم غير مختتنين، لكن بعد ما دخلوا تم اختتانهم، ثبتوا في العهد. عشان نعرف ان الختان ما هوش مجرد علامة جسدية ظاهرة، شوية ممارسات شكلية، لكن الختان بيقول عنه هو ختان الايه؟ القلب. الناس الاولانية كانت مختونة بالجسد لكن غير مختونة بالروح، عشان كده ما دخلتش. بينما الناس التانية دي ما كانتش مختونة بالجسد لكن كان عندها روح الطاعة والإيمان فدخلت. وده يورينا عمل النعمة ما بين الناموس والنعمة. الناموس هو الاختتان في الجسد لكن ما قدرش يدخل، لكن النعمة هي اللي ايه؟ اللي دخلت. وربنا قال يخشوا الأول وبعد كده يختتنوا، يثبتوا في العهد.
يجددوا العهد. النعمة هي اللي بتدخل، نعمة ربنا مش ممارساتي ولا شطرتي ولا تقواي ولا شوية المظاهر اللي انا بعملها، لكن نعمة ربنا هي اللي بتدخل. لكن دوري جهادي ان انا اثبت في النعمة، ان انا اتفاعل مع النعمة. وقال الرب ليشوع: قد دحرجت عنكم عار مصر. دحرجت عنكم عار مصر، عشان كده سموا المنطقة جلجال، دحرجة. ايه عار مصر؟ عار مصر هي عار العبودية. طب ما انت دحرجته من زمان يا رب، من 40 سنة. لا، الحرية والخلاص من العبودية مش هي انك تخرج، ده الخروج ده خطوة اولانية، لكن كمال الحرية هي انك تمتلك، انك تدخل وتمتلك. عشان كده عار مصر ما تدحرجش عنهم الا بعد ما دخلوا الاردن لكي ما ايه يمتلكوا. في اللحظة دي ربنا قال لهم: دحرجت عنكم عار مصر. مش ان انت تخرج من ارض العبودية وتقول ان انا ما بعملش كده، ما بعملش الخطية، لكن كمال الحرية هي انك تمتلك مال الله، تمتلك الميعاد، تمتلك الميراث. الناس اللي بتقول في سلبية: احنا يكفينا ان احنا ما بنعملش خطية، ما بنسرقش، ما بنكذبش، ما بنزنيش. مش دي دحرجت العار. دحرجت العار هي انك تمتلك، مش بس انك تبطل الكذب والسرقة والشتيمة، لكن انك تحب وتآمن وتبذل وتعطي وتاخد الوصية وتاخد الوعد وتمتلكها وتعيشها. دي دحرجة العار، انك مش تبقى في الجانب السلبي باستمرار، لكن تبقى في الجانب الايجابي، انك تمتلك من الوصية ومن الوعد، انك تعيش كلمة ربنا. حينئذ يدحرج العار عنك. دي هي حرية مجد اولاد الله. ولان الدايرة باستمرار ملهاش بداية ونهاية، فالدايرة دي رمز للابدية. الدايرة ما تقدرش تحدد لها بداية او نهاية، فرمز للابدية. وكأن الله دحرج العار عنا الى الابد لكي ما نقيم في الجلجال. دحرج العار عنا ده الى الابد. فحل بني إسراء بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر مساء في عربات أريحة. بعد ما اجتازوا موضوع الختان قدروا ان هم يأكلوا الفصح، فضلوا في أماكنهم. يقول تعبير حلو في عدد 8 انهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. كلمة برئوا مش بمعنى بس الشفاء، لكن بمعنى الحياة. حتى حيوا بالعبرية تعطي معنى الحياة، انهم فضلوا في اماكنهم في الجلجال لحد ما حيوا، نالوا حياة. والحياة دي ما نلهاش الا من خلال الطهارة، من خلال القداسة، من خلال العهد. فتؤهلنا هذه الطهارة والعهد الى التناول من جسد ودم ربنا، ان احنا نثبت فيه، ان احنا نأكل الفصح. لحد دلوقتي الجيل ده مر عليه صنع من اول خروج شعب اسرائيل 3 فصح. فصح في يوم خروجهم من ارض مصر، فصح التاني كان بعد مرور سنة وهم في البرية عملوه، وبعد كده ما عملوهوش تاني. ده كان 3 فصح عملوه في يوم دخولهم، يوم 14 في بعد دخولهم ارض الموعد. ده كان 3 فصح يتعمل، لان هم من السنة الاولى سقطوا وتذمروا على ربنا وتاهوا في البرية نتيجة الخطية، ما قدروش يتمتعوا بالفصح. لكن لما دخلوا وجددوا العهد مع الله وتجددت العهد والعلاقة ما بينهم وبين الله مرة تانية، قدروا يأكلوا الفصح ويتمتعوا بيه. الختان والفصح رمز للمعمودية، والمعمودية اللي احنا بنجددها باستمرار بسر التوبة، لان التوبة تعتبر معمودية ثانية للانسان. هم اللي يقدروا يدينا الاستحقاق ان احنا نتناول من جسد ودم ربنا. واكلوا من غلة الارض اول مرة بقى،
من غلة الارض وفي الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند اكلهم من غلة الارض، ولم يكن بعد لبني اسرائيل من فاكلوا من محصول ارض كنعان في تلك السنة. كان اول مرة يأكلوا من الغلة من الفريك في اليوم السادس عشر من نيسان، اول مرة يأكلوا في اليوم السادس عشر من نيسان والمن انقطع. لكن شوفوا توقيت ربنا العجيب، ان المن ما اتقطعش وبعدين كلوا، لما كلوا المن ايه اتقطع في ترتيبه وفي عنايته، ما قطعش الاول عشان يدوروا على الفريك، لا ده لما اكلوا قطع المن. عشان كده يقول ومنصلي له يعطي طعام او يعطينا طعام في حين حسن، في الوقت الايه المناسب. ايه معنى انقطاع المن لما اكلوا الفريك ده اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر يشوع اصحاح 5 عدد 13. يشوع 5 عدد 13. وحدث لما كان يشوع عند اريحا انه رفع عينيه ونظر، واذ برجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده، فصار يشوع اليه وقال له: هل لنا انت او لاعداءنا؟ فقال: كلا، بل انا رئيس جند الرب، الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المره اللي فاتت ازاي ال 12 حجر صاروا رمز للشهاده على عمل الله العظيم، وده كان رمز جميل قوي للسيد المسيح ايضا اللي اختار 12 حجر، ولكن اختارهم 12 حجر حي اللي هم ال 12 رسول ليكونوا شهود لي، وقال لهم: انتم تشهدون لي، انتم شهودي. فاذا كان يشوع شهدوا لعمل ربنا مع ال 12 حجر، فالتلاميذ ال 12 كانوا حجارة حية شهدت لعمل السيد المسيح. شفنا ان في منطقة الجلجال قام بعملية الختان من اجل التطهير، وكان الختان ده هو العمل الشخصي الفردي لعمل المعمودية بخلع جسم خطايا البشرية. وايضا في الجلجال عملوا الفصح، وده كان الفصح الثالث اللي عمله بني اسرائيل، وما كانوش يقدروا يتناولوا من الفصح الا اذا كانوا مروا بعهد الختان. رمز الانسان ما يقدرش يتقدم الى الاسرار المقدسة الا اذا كان قدم حياة التوبة. عشان كده ايضا التوبة اللي هي خلع جسم خطايا البشرية تعتبر معمودية ثانية في حياة الانسان. وشفنا ان هما بعد عيد الفصح اللي هو بيبقى 14 نيسان، كانوا في 15 يوم نيسان من الفطير ومن غلة الارض فريك، والفريك هو القمح اللي بيفركوه بايديهم وبعدين يشووه فيطلع نوع من الاكل يعطي شبع، وكانوا اول مرة ياكلوا من غلة الارض. وبعدين في الغد هذا اليوم في يوم 16 نيسان اتمنع المن عن النزول من السماء. حقيقة ان ده كان ليه معنى جميل قوي. هم من ساعة الخروج من ارض مصر كلوا على ثلاث مراحل، او كلوا ثلاث انواع من الاكل، وهم خارجين كان معهم العجين بتاعهم في ثيابهم، كفاهم كم يوم لحد ما دخلوا برية سينا. وبعدين قعدوا برية سينا يأكلوا من المن اللي نازل من السماء، وبعدين لما دخلوا ارض الموعد ارض كنعان كلوا من غلة الارض او من ثمر الارض. هي دول ثلاث مراحل اللي بيمر بيهم الانسان في علاقته مع ربنا.
عجين مسرور في ثيابه. عارفين الثياب باستمرار رمز للجسد، ده واحد بياكل علشان الجسد، ياكل لكي ما يعيش. دي اول مرحلة، اخدين عجين معاهم في ثيابهم وبياكلوه وهم ماشيين. واحد بياكل عشان يعيش. وتاني مرحلة الناس اللي بتاكل المن من السماء، بتاكل ولكن اكلها خبز سماوي، متكلة على الله في اكلها، بتاخد منه خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. اول واحد عايش كل همه ياكل علشان جسده يعيش. بعد كده اتطور لمرحلة تانية، انه اتعلم انه يكون متكل على الله اللي بيرسله من السماء فيقوته خبز يوم بيوم. بعد كده الحاجة الحلوة بقى انه يأكل من غلة ارض الموعد، انه يصير طعامه هو الله ذاته، مش يأكل من عند ربنا، لا ده الانسان يبقى طعامه ربنا نفسه، شبعه وارتواءه وفرحه هو ربنا ذاته مش عطايا ربنا. وده كان المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة ارض الموعد اللي تمثل الحياة الابدية. عشان كده احنا في الحياة الابدية محدش فينا هيجوع ومحدش فينا هيعطش. ليه؟ لان المسيح هو شبعنا، المسيح هو ارتوائنا. فاول ما اكلوا من غلة الارض اتمنعت المعجزة المحسوسة، نزول المن من السماء. تملي ربنا كده ما بيعملش معجزات المنظورة والمحسوسة اعتباطا، ما بيعملش المعجزة الا اذا كان في حاجة الى معجزة، في ضرورة ملحة لتلك المعجزة. لكن اذا كان في طريق عادي طبيعي الانسان يقدر يسد حاجته بيه، ربنا ما بيعملش معجزة لمجرد الفرجة، يعمل معجزة لما يبقى فيه حاجة الى معجزة. ومن هنا انتهى عهد المعجزات المحسوسة في حياة الانسان، المعجزات المنظورة. يمكن في بعض الناس يقول طب هو ليه ربنا دلوقتي ما بيعملش نفس المعجزات المنظورة والمحسوسة اللي كان بيعملها مع شعبه؟ لان مفيش داعي ليها. زي مثلا التكلم بالألسنة، كان في بداية الكرازة الكنيسة محتاجة للتكلم بالألسنة، لكن دلوقتي ما بقاش في حاجة اليها. عشان كده احنا كنيستنا القبطية الارثوذكسية ما بتطلبش التكلم بالألسنة لان ملهاش حاجة، انتهت الحاجة اليها. فالله لما بيكون في طريق طبيعي بيترك هذا الطريق الطبيعي يعمل. لكن المعجزة بقى اللي هي مش منظورة، اللي احنا ما زلنا محتاجين اليها، مش ان خبز ينزل لنا من السماء او ان واحد عيان يخف، لا، المعجزة الحقيقية اللي احنا محتاجين اليها باستمرار ودي اللي ربنا ما زال يعملها حتى الان، هي معجزة التغيير، معجزة الولادة الجديدة، ان الانسان يتخلق من جديد، ان الانسان يتغير، ان الانسان يدخل الى الحياة الابدية، ان الانسان اللي كله شر وخطية واسمه دنس وظلمة تتحول طبيعته الى نور وبر وقداسة وحب وفرح وسلام. دي المعجزة اللي ما زال الانسان يحتاج اليها، معجزة التغيير. اما العيش اللي نازل من السماء خلاص بقى فيه غلة ارض، شيء طبيعي الله يعطيهم اياه. وشفنا ان ربنا بيمنع في الحين الحسن، ما منعش المن الا بعد ما اكلوا من غلة الارض، ما سابهمش فترة يجوعوا. لما ده يشوع من غلة الارض ومن دسم الارض ومن شبعها اشتياق شديد جدا انه يتمل تلك الارض، لما ده الغلة بتاعت الارض. فطلع يشوع كده يتفقد الموقع، هم عبروا نهر الاردن بس لسه ما دخلوش حاجة، ما امتلكوش حاجة. وهو عبر من منطقة في المنتصف في النص،
وكان اول بلد بتقابله في عبور نهر الاردن هي اريحا. وقف كده، واريحا دي كان ليها اسوار، صحيح مساحتها صغيرة لكن اسوارها عالية وشامخة وقلعها حصينة جدا. وقف يشوع يبص كده، هنخشها ازاي؟ هيجيب سلالم منين يعبر الاسوار؟ وبعدين ده لو طلع سلالم هيرموه الرماه بتوع السهام وحيموت ناس كتيرة من شعب اسرائيل. وحتى لو فضل محاصرها هيفضل فترة طويلة يحاصر المدينة، والمدينة هتفضل تحت الحصار لدرجة انه ممكن شعبه يمل، وعارف ان الشعب بتاعه كثير التذمر وسرعان ما بينل. ولو ساب البلد دهية وعداها وراح لغيرها ودخل لجوه، هتفضل البلد دي في ظهره وشوكة، ممكن ان هم يهجموا عليه من ورا. فوقف قدام اريحة كده، وفي مقابل اريحة مش عارف يعمل ايه. فكان المنظر الجميل اللي شافه، يقول وحدث لما كان يشوع عند اريحة انه رفع عينيه ونظر، واذ برجل واقف. وقف قدام اريحة محتار يعمل ايه قدام اريحة دهية اللي هنشوفها في اصحاح 6 مقفلة ومغلقة. فلقى منظر رؤية قدامه، وتلاحظ التعبير اللطيف رفع عينيه، يعني المنظر اللي شايفه ده نازله منين؟ من فوق. احتاج انه يرفع عينيه الى فوق. فنظر واذ رجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده. وهنا كان لابد انه يجوز الاختبار الاعمق، كان لابد انه يدخل في رؤية شخصية لشخص المسيح اللي فات من حياته. في معجزات، النهر الاردن اتشق قدامه، في معجزة كبيرة حصلت، لكن كان لابد انه يرتفع فوق مستوى المعجزات لكي ما يدخل الى الرؤية، رؤية شخص المسيح شخصيا، رؤية عيانية. كان لابد ان هو يخش في هذا الاختبار انه يرى المسيح المتجسد، مش يرى معجزات فقط، لا ده يرى شخص الله. وده نفس اللي ربنا عمله مع موسى لما اظهر ليه ذاته من خلال العليقة المشتعلة. هنا الله يظهر ذاته ليشوع في شكل رجل واقف وايده ماسكه سيف مسلول، مسلول يعني جاهز للضرب، لدرجة ان يشوع فصار يشوع اليه وقال هل انت، هل لنا انت او لاعدائنا، انت معايا ولا ضدي، تمين. وهنا نشوف ان يشوع تجرأ وتقدم نحو هذا الشخص، فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد. وده اللي يورينا ان ده ما كانش شايف ملاك، ده كان شايف الله ذاته، يهوى ذاته. لان لو كان ملاك كان الملاك رفض السجود، زي ما شفنا مثلا مع يوحنا الرائي لما جه يسجد للملاك اللي كان بيفرجه، قال له لا ما تسجدليش، اسجد لمين؟ لله وحده. وما كانش انسان عادي، لان الانسان عادي ما يقبلش الايه؟ السجود، زي بطرس وبولس لما جم حد يذبحوا لبولس ويسجدوا له قال لهم انا انسان. ولما كرنيليوس جه يسجد لبطرس قال له ان انا انسان كمان ايه؟ زيك. اذا اللي كان قدامه، وده اللي هيأكد لنا الرؤية بتاعته في اصحاح 6، ان هو يهوى ذاته. فكان لابد انه يدخل في هذا الاختبار انه يعاين الله ذاته، مش يعاين اعمال الرب فقط، ولكن يعاين الله ذاته. وراح قال له اخلع عليك لان المكان اللي انت واقف فيه ارض مقدسة، دليل على الحضرة الإلهية، نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى. فراح ربنا ظهر له بالصورة
المناسبة لحالته. هو في حالة حرب، فربنا ظهر له بسيف مسلول بيقول له انا هو بحارب ليك، وعرفه بشخصه انه رئيس جند الرب. انت في حالة حرب، طب انا جاي معاك بكل جنودي. ما هو جنود الرب في جنود في السماوات وفي جنود في الارض، عشان كده بيسموه رب الصباوت، السماء والارض مملؤتان من مجدك وكرامتك. زي ما إليشع طلب ان الغلام بتاعه يحذي كشف عن عينيه عشان يرى جنود الملائكة اللي كانت موجودة. في جنود سماوية وفي جنود ارضية، وهو رئيس الكل، رب الصباوت، رب القوات. عشان كده احنا بنقوله ايها الرب اله القوات. يشوع محتاج الى قوة، الى معونة من الاعالي، فظهر له بتلك الصورة سيف مسلول، ان انا حدافع عنك، ان انا حديك النصرة، ان انا حادخلك. فنشوف هنا ربنا في المراحل تعامله مع الشعب من خلال يشوع. في الاول عبرهم نهر الاردن، بعد كده طهر قلوبهم في الختان، بعد كده ثبتهم من خلال اكلة الفصح، شبعهم من خلال غلة الارض، وبعدين في الاخر خالص اظهر نفسه انه هو اللي حيدافع عنهم، وهو اللي حينصرهم، وهو اللي حيديهم هذا الامتلاك او هذه القوة. بس شوفوا التعبير اللي بيقوله عنه، فقال انا رئيس جند الرب والان اتيت. حط خط تحت كلمة الان اتيت. اتيت جيت لك انت، جيت علشانك انت، لكي ما اكون معك. انا اديتك وعد يا يشوع لا تخف لاني معك، والان اتيت لاحقق هذا الوعد. عشان كده كلمة الان تعني في ملء الزمان، الله اتى. وكان هذا الظهور رمز جميل جدا لسر التجسد الالهي. الان اتيت، جيت علشانك لكي ما اكون معك، اتيت لاجلك لكي ما اكون معك. وكان هو ده التجسد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. كان سؤاله هل انت لنا ام ضدنا؟ فاذا كان الله لنا فمن علينا؟ اذا كنت انت في سر التجسد تعرف ان ربنا ليك بتاعك، ايه اللي يقف قدامك، وايه اللي يحزنك، وايه اللي يخوفك، وايه اللي يضايقك. وهنا نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى، اخلع ما عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، حضور الله الشخصي. كأن الكلمة اللي قالها له قبل كده كما كنت مع موسى اكون معك بتتحقق. ان الله يعمل طالما كان هناك قضية واحتياج لهذا العمل. الشعب محتاج الى عمل الله، زي ما احتاج الى عمل الله من خلال موسى لكي ما يخرجهم من ارض العبودية، الشعب محتاج الى عمل الله لكي ما يدخل ارض الموعد. عشان كده ربنا هيعمل طالما هناك انسان مستعد انه يخلع نعليه، طالما هناك انسان مستعد انه يتمتع بالحضرة الالهية، طالما انسان مستعد وفعلا بيخلع نعليه لان الارض مقدسة. اذا وجد هذا الانسان الله يعمل معه باستمرار. اللي عمل مع موسى واللي عمل مع يشوع يعمل مع كل واحد فينا مستعد وعايز ويرغب في الحضرة الالهية، ان ربنا يكون موجود في حياته وعنده استعداد انه يخلع نعليه. ارتباطه بالارض، ارتباطه بالماديات، العوائق بتاعة الشوك والحسك اللي بتشوك رجليه اتزالت لوجود الله وحضور الله. عشان كده بيبان ان
عمل مع موسى العمل الكبير لسه جهده لم يفرغ بعد، مستعد يعمل ويعمل ويعمل لمن ينتظر ومن يستقبل عمل الله باستمرار. قلنا ان الله يدفن الخدام ولكن يستمر الخدمة وعمل الله في خدام اخرين. وده الاختبار الحلو اللي بنشوفه لأريحة، أريحة المحاطة بالأسوار والمحاطة بقلاع صعبة الدخول، هي ما زالت قصة العالم إلى هذا اليوم، إن في أسوار، في عوائق، وفي قلاع محصنة من الشر، والشر عمال يتزايد، والشيطان عمال يعلي في الأسوار وعمال يعلي ويجمد في القلاع بتاعته، والناس عمالة تقع وتقوم وتقع وتقوم، وقلاع الجنس وقلاع الشر وقلاع العنف وقلاع الإدمان، وأسوار كثيرة جدا من الإلحاد ومن الإباحية ومن المغريات، في قلاع عمال يبنيها الشيطان ويحوط حوالين أريحة. بربما احنا دلوقتي ما بنبصش وما بننظرش إلا الشيطان، كل شوية شايفين الشر عمال يتزايد في العالم، والخطية والانحبار والدنس والعنف عمال يتزايد في كل مكان، لدرجة دلوقتي يعني لو الواحد بص لخريطة العالم مش هيلاقي ولا بلد في العالم فيها امان ولا سلام. تروح فين؟ شر عمال في كل حتة، لا يعيش في مصر ولا في امريكا ولا في دولة عربية ولا في دولة اوروبية، شر مالي كل مكان. تروح فين يا انسان؟ ويمكن يبص الانسان يشوف هو مش شايف غير الشيطان عمال الشر بتاعه يزيد ويبني قلاع واسوار، لكن محتاجين ان النظرة بقى تتغير، بدل ما احنا شايفين الشيطان بس وشر وعمال يتزايد، تبقى ان الرؤية بتاعت يشوع يرى رئيس جند الرب وسيفه مسلول. رئيس جند الرب يأتي الينا، الان اتيت ليكون معنا، عشان نقدر نغلب الاسوار ونهد الحصون ونهد القلاع اللي مبنية من الشر في حياتنا وفي حياة الناس اللي حوالينا. محتاجين ان احنا ننظر تلك النظرة لرئيس جند الرب اللي سيفه مسلول ويقول لك انا اتيت اليك الان، ننظر الى عمل الله فنتمتع بيه. واجمل حاجة في عمل ربنا ان حضور الالهي يعطي قداسة للمكان ايا كان. يقول الارض اللي انت واقف عليها دي ارض مقدسة. طب مقدسة ليه؟ لان الله وجد فيها. دي ارض كنعان دي اللي عاش فيها الامم الوثنية بنجاستها وبرجاستها وقذرتها، مجرد ان ربنا حل وحضر صارت ارض ايه؟ مقدسة، مجرد حضور ربنا. عشان كده مهما كانت حياتنا مدنسة، لكن حضور الله يجعل تلك الحياة حياة مقدسة. عشان كده صلوا واطلبوا لكي ما تنظروا، رئيس جند الرب اتى الينا الان، جه لكل واحد فينا عشان يحول النظرة والحياة، بدل ما احنا باصين بس وشايفين الشيطان وشره عمال يتزايد، لا، تبقى لنا النظرة الصحيحة السليمة لرئيس جند القوات اللي بيوقع اسوار اريحة بالرغم من تشامخها وبالرغم من ارتفاعها. تلاحظوا ملاحظة عجيبة ولطيفة في نفس الوقت، ان كان في ثلاث مراحل للصراع لشعب اسرائيل من ساعة ما خرج من ارض مصر. اول صراع كان الحرب بينه وبين المصريين، بينه وبين فرعون وهو خارج، كان اول مرحلة. ومصر تمثل العالم اللي بيستعبدني واللي بيتملكني واللي بيذلني، لكن نشوف ان ربنا بيخرج شعبه من العبودية. مشوا في برية سينا شوية، طلع لهم شعب اسمه عماليق، وقلنا ان عماليق ده رمز للجسد. عماليق ده كان عايز يعوق المسيرة، يعوق التقدم، فربنا نصرهم على عماليق. تالت مرحلة واللي احنا فيها دلوقتي بقى،
الصراع مع أريحة أو الشعوب الكنعانية، دي قوات الشر اللي بتمنعنا من الدخول، أجناد الشر الروحية اللي مش عايزيننا ندخل لكي ما نتمتع بالحياة الأبدية. العالم مستعبدنا وذللنا بيمنعنا من الخروج من عبوديته. الجسد بيمنعنا من ان احنا نكمل المسيرة. اجناد الشر الروحية عايزين يقفلوا الطريق، الباب قدامنا عشان ما ندخلش. مصر لو كنا خرجنا ومشينا لكن ما دخلناش يبقى احنا ما عملناش ايه؟ حاجة. عشان كده تبقى الحرب على اشدها في منع الدخول. ممكن الحرب تبقى خفيفة في الخروج، ممكن الحرب تبقى خفيفة في المسيرة، لكن عند لحظة الدخول تبقى الحرب على اشدها. عشان كده أريحة دي بتمثل كل حاجز، كل عائق لا يمكن تخطيه عشان ندخل الى حضرة الله وندخل نتمتع ببركات الله. قد يكون الحاجز ده مرتفع وشاهق جدا، كل عادة انا تعودت عليها وبتفصلني عن الحياة المقدسة، كل ارتباط او علاقة انا مرتبط بيها بتمنعني من الحياة المقدسة، كل شهوة، كل خوف، كل ضعف. قد يكون في حياتي هذا الضعف مثل السور الشامخ مش قادر اتخلص منه. مين منا ما قابلتهوش أريحة في طريقه في الحياة الروحية بعد ما عبر الأردن؟ ما كلنا تعمدنا، مش عبور الأردن ده رمز المعمودية، كلنا تعمدنا، لكن كل واحد فينا بعد ما تعمد وعد من العماد وقدامه أو وجد قدامه أريحة، أسوار عالية محصنة، حاجز عجيب وفظيع جدا، كيف يتخطى هذا الحاجز؟